يا الاخوات يا اهل الرمل فلتسمع الدنيا كل الدنيا ان الاسلام لم يعرف اخره ان للاسلام امه ان للاسلام امه لا تكفر ولا تكفر ان للاسلام امه لا تكفر لها روايه ولا تكفر لها كرامه لذلك نعم انطلقنا في مسيرة الإصلاح نثبت بشعار العزة والفخر الإسلام هو الحل للكارثين للشعار الاسلام موتوا بغيظكم الاسلام هو الحل موتوا بغيظكم الاسلام قادر موتوا بغيظكم الاسلام حاكم موتوا بغيظكم طوفان الاسلام لن يبقي ولن يظهر اقول لكل هؤلاء ان المؤامرة على الحركة الاسلامية ابدا لن تمر ابدا لن تمر بمنتهى القوة بمنتهى القوة بمنتهى العالمية المؤامرة على الحركة الاسلامية لن تمر ليسمع الكف العار الذي لا ينتهي للحس الوطني وحكومته لتسمع الدنيا كلها ان حس الفساد وحكومة العار ليسمع الجميع مجموعه الحكومه الفاشله والحس الفاسد المفروح الذي تكلمت كل الرؤوس العاليه فيه كذبا وافكا وسورا وبهتانا وقال الانتخابات وذهبنا ليسمع الناس كل الناس الفضيحة وذهبنا من الصباح الباهت اللجنة كانت تسعة صباحا ذهبنا في السابعة ووقفنا في الطابور كما يفعل الناس وبدأت المؤامرة المملة السخيفة الكبيرة المستفزة المضطرة التي اعتاد عليها عيش الفساد وحكومة العار ضحكوا علينا في جديد ولم يتحرك الطابور وأخذ اللجنة تلقي الطلبات في الدور الثالث قاضي معتقل أم أنه قاضي يدير الانتخابات لو كان القاضي يدير الانتخابات فلماذا تحول الشرطة بيننا وبينه من الحاكم في هذا البلد من الحاكم من الحاكم في هذا البلد الدستور يقول السياسة للشعب وحده احنا الشعب يحكمنا فشلة احنا الشعب يعرف فرصة السيادة للشعب وحده الدستور يقول الشرطة في خدمة الشعب فإذا كانت الشرطة تتأسف أن تكون في شغلة في خدمة الشعب فلترحل 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 السيادة للشعب نحن الشعب نتحدث بلسانه نحن رؤساء الشعب نحن رؤساء الشعب لا تموت ولم تخضع ليهود ولم تخضع لوصايا لا وصايا لاحد علينا لا وصايا لاحد علينا يلا ننصر اهل الحق يلا ننصر اهل الحق يلا نقول للظالم لا يلا نقول للظالم لا الاستاذه بشرى الاستاذة بشرى
التي دخلت اللجنة تسعة ونص صباحا الساعة 2 التي لا تدوم قبلها ولا يجوز الشهادة تجمع ولا يوجد قانون هذا الكلام. قانون أم إجرام؟ قانون أم إجرام؟ دستور أم قانون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. المنع اردت ان تشهد الدنيا كلها اننا نلتزم بالقانون والحكومة هي التي تخالف. انما اردت ان يرى العالم ان الاخوان لا يفعلون الخطأ ابدا وان الحزب الفاسد لا يكف عن المساجد ابدا. اردت ان يرى الناس من المنضبط ومن المجرم، من المصلح ومن الفاسد، من المحترم ومن الساقط. أردت أن يرى الناس أننا لم نخالف. التزمنا بكل الكلام رغم تعسفه، والتزمنا بالتعليمات رغم أنها مخالفة للقانون. وأطلق الآن، من هنا على الكافة على الملأ لكل الناس. أولاً لن نسمح لأحد أن يعتدي على إرادتنا مهما كان شأنه بالغ من الله. تكبير. لن نسمح أبداً لحزب فاسد وحكومة فاسدة، لحزب العار